جزاكم الله خيرا. في آخر فقرة من فقرات الأخ السائل يقول: في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره، ما المقصود به بذلك؟ وهل يؤجر الإنسان إذا توضأ لكل فرض في الصلاة؟ إسباغ الوضوء على المكاره يعني في وقت البرد، في وقت البرد يصبر إذا لم يكن عنده وسيلة يسخن بها الماء وفيه برد ومشقة يصبر على ذلك. في الحديث الآخر إسباغ الوضوء في الصبرات يعني في البرد يصبر على ذلك ما دام متحملا، ما إذا بلغ الأمر إلى شيء لا يتحمل من البرودة فإنه يتيمم وليس عنده ما يسخن به الماء.